السلام عليكم. نحاول نبدأ إن شاء الله من مطرح ما انتهينا امبارح، أو ناخذ لمحة سريعة عن امبارح. سامعيني؟ ونعم بالله. الحمد لله. قلنا عن فحص الوسطى الثنائية اللي هو الدايود. الدايود في أنود وكاثود، مصعد ومهبط. هاي الرمز بتاع الدايود، هذا الرمز بتاعه، هذا شكله طبعا الفيزيائي. بنفحصه على الساعة على تدريج الثنائيات أو تدريج أشباه الموصلات سيمي كوندكتورز. وقلنا إذا كان الثنائي مصنوع من السيليكون بتكون جهد العقدة بتاعه 6 من 10 فولت، وإذا مصنوع من الجرمانيوم بيكون 2 من 10 فولت. إذا أنا مر علي ثنائي كان جهده أقل من 2 من 10 فولت، طبعا هذه 2 من 10 المفترض تكون أقل من 2 من 10 فولت، فقد يكون مصنوع من مواد أنا مش بعرفها، يعني ممكن يكون شوتكي أو ميتال أوكسايد أو المهم إنه يقيس باتجاه وما يقيسش بالاتجاه الآخر. المكثفات، وقلنا هذا الرمز بتاع المكثف، قلنا المكثفات بالعادة إنه السعة 1 فراد هي سعة عالية جدا. إحنا بنستخدم البيكو والنانو والمايكرو فراد. 1 مايكرو فراد بيساوي 100 نانو فراد بيساوي 1,000,000 بيكو فراد. ذكرت المرة اللي فاتت إنه أكثر المكثفات ثبات في السعة اللي هو الورقي، وبرضه السيراميكي برضه ثابت الساعة تبعه كويس. هنا عندنا مكثفات كيميائية، مكثفات التنتاليوم طبعا تحدثنا عليهم المرة اللي فاتت. هنا مكثف السيراميكي، مكثف البوليسترين زي اللي حكينا عنه المرة اللي فاتت، قلنا ممكن يكون موجود في الستارتر تبع النيون. مكثف المايكا، وفي عندنا المكثف المتغير الفيرابل، ومكثف الضبط تريمر. المكثف ايش وظيفته؟ بخزن الطاقة الكهربية ومرشح لتمرير التيار المتردد، ويستخدم في حجب دخول التيار المستقبل. نظرية عمل المكثف، عند تطبيق جهد مستمر على طرفي المكثف يبدأ لوحان المكثف بتخزين الشحنات، ويبدأ تيار كهربي يمر خلال المكثف، بحيث يتوقف هذا التيار عندما تصبح شحنة المكثف مساوية لجهد الشحن. لو أنا وصلت مكثف 10 مايكرو مثلا على ساعة فحص، بمجرد ما أعمل قياس الأول بأجد أن المؤشر بينحرف للآخر، بعدين بيبدأ يرجع انحرافه للآخر بيدل على أنه هو يمرر التيار أو قاعد بيشحن. كل ما زاد الشحنه تبعت الالواح كل ما بيبدا التيار الشحن ينقص على ما يروح، فبيرجع المؤشر للاخر. لو انا قلبت اطراف المحول فمعنى المكثف او اطراف الجهد عليه، فاللي بيحصل انه يرجع يشحن بالاتجاه، نعم، على وضع الام. في هنا تجربه عمليه اللي هو هنا عندك ثنائي، طبعا انا هنا موصل له جهد كهربي من خلال المدقين دول. الان انا رفعت الجهد الكهربي، ملاحظين تماما انه هنا المكثف عماله هو مازال ضاوي الثنائي، الاضاءه تبعت الثنائي تنخفض شويه شويه، بعدين بيطفي الثنائي، يعني على حسب قديش سعه هذا المكثف. كل ما كانت سعه المكثف اكبر، اهلا استاذ مروان، كل ما كانت سعه المكثف اكبر كل ما بيشحن بفترة أطول، أو كل ما بياخذ كمية شحن أكبر من المكثف الأساسي. إيش بنستفيد من إضاءة المصباح؟ هذول كل واحد لا يعني نفس الخطوة، بس أنا يعني ما حبيتش أعملها فيديو لأنه حكاية الفيديو عندنا فاشلة، يعني ما بنشوفش فيلم الفيديو كما يجب. فقلت يكفي إن أنا آخذ صور
ورا بعض، يعني هو كان فيديو انا قطعته صور صراحة. اليوم ان شاء الله حنتحدث عن دراسة قيم المكثفات، وحنتحدث عن دوائر التقويم. اضاءة المصباح بعد، او اللي هو الليد هذا، بعد قطع الجهد الكهربي بدلنا على حاجتين. الحاجة الاولانية انه المكثف سعة تخزينية للشحنات الكهربية، يعني المكثف بيشحن كهرباء وبيخزن هذه الشحنة. اثنين، بدلنا ضاءة المصباح برضو بدلنا على انه لا يمكن التيار الكهربي يمر في هذا المصباح عشان يضوي الا يكون مر في هذه الدائرة، اذا يمر داخل هذا المكثف تيار كهربي. مش ضروري تعرف قديش قيمتها، هي 510 اوم، بس انت مش عارف قديش الجهد اللي انا شحنت فيه. 510 اوم تقريبا بتتحمل يعني يمكن لجهد 10 او 12 فولت. اساس حنتحدث عن الليدات ان شاء الله الدرس القادم. الدرس القادم حنتحدث عن الليدات وكيف انت تضوي الليد وتختار المقاومه المناسبه. طبعا انا حكيته هذا الكلام الدرس اللي فات. قيمه المكثف اللي مش مكتوب عليه اي علامات بتبقى بالبيكو فراد. اذا ما فيش اي تمييز على المكثف، مش مكتوب عليه نانو، مش مكتوب عليه مايكرو، مش محطوط فيه نقطه، اذا القيمه اللي انت بتقراها للمكثف بتكون بالبيكو فراد، وهذه مقابله لقراءه المقاومات. احنا بنقرا المقاومات بالاوم، نقرا المقاومات بالاوم. لاحظوا احنا في المقاومات استخدمنا الوحده الاساسيه، لكن في المكثفات استخدمنا اجزاء الوحده الاساسيه. يعني لما نقول احنا بيكو فراد يعني واحد على كذا مليون. يعني مكثف مكتوب عليه اربعه بس يبقى ساعته 4 بيكو، 47 يبقى 47 بيكو فراد. اذا كانت القيمه بالنانو لازم يكون عندي تمييز على المكثف يظهر لي انه هذه القيمه بالنانو، يعني 4 نون يعني ساعته 4 نانو، 4 نون فاصلة 7 يعني 4.7 نانو فراد وهكذا. اذا كانت قيمته بالمايكرو فراد، القيمه اللي بالمايكرو فراد ممكن يحط نقطه يعني بوينت فاصله يعني، او يحط حرف اليو نفسه، او يحط حرف مثلا. نطلع على المكثف اللي قدامنا هذا، المكثف هذا 47 من 1000 مايكرو فراد. لاحظوا هنا اتخذنا الاربعه نفسها، لاحظ الاربعه اذا في هنا نقطه اذا المكثف 4 من 10، يعني هذه على طول بتدل لي انه هذا المكثف القيمه تبعته بالمايكرو فراد، النقطه او المايكرو اللي هو حرف النيو يدل على انه. طبعا اللي حكيناهم عن المكثف ابو الخانه والخانتين، في عندنا هنا المكثفات مثلا 104 مكثف الثلاث خانات على طول 1 0 كمان 4 اصفار يعني 10 او 100000 بيكو فراد. ال 100000 بيكو فراد هي عباره عن 100 نانو فراد، وال 100 نانو فراد هي عباره عن 1 من 10 مايكرو فراد. مهم جدا تكون قادر على التمييز في الاجزاء، يعني عندك انت المكثف اذا كان ما فيش عليه اي علامات او اي ارقام معناتها قيمته بتكون بالبيكو فراد. اذا وضع عليه حرف النون اذا قيمته بالنانو فراد، اذا وضع حرف النيو او الفاصله العشريه يبقى قيمته بالمايكرو فراد. مفترض ان صوتي يكون كويس، انا فصلت كل النت اللي عندي بغلط لحالي انا، لانه في عندي مشكله اليوم في النت، ان شاء الله نسلكها على خير. مايكرو فراد اذا مكتوب على المكثف 47 بس، فيش غير ال 47 بيكون 47 بيكو، لكن اذا مكتوب ال 47 وفي فاصله عشريه يبقى هذا ال 47 لها علاقه بالمايكرو، يعني فاصله زيرو يعني هذا 47 بيكون بيساوي 47 نانو فراد اللي كتبته يا استاذ مروان. 47 مكثف باربع خانات حط زياده في التولرانس او نسبه الخطا اللي هو حرف الكي، هذا يدل على نسبه الخطا، يعني هذا 1.002 يعني 1000 بيكو فراد. ال 1000 بيكو فراد تساوي قديش؟ ال 1000 بيكو فراد تساوي قديش؟ ال
ألف بيكو فراد تساوي واحد نانو فراد. نعم، الألف بيكو بتساوي واحد نانو، الألف بيكو بتساوي واحد نانو. طبعا هنا نسبة خطأ اللي هي 10% حرف الكي. طبعا اللي عنده الدرس اللي فات في عنده ايه جدول بالأحرف الكي والسي والاي ونسبة الخطأ، وهي الأحرف موجودات هنا. إذا الحرف بي معناتها 1 من 10 وهكذا. المكثف متعدد الخانات طبعا هذا المكثف متعدد الخانات طبعا واضح إنه هو مشكلة في القراءة، يعني في معامل ضرب هذا موجود، في أدنى حرارة أقصى حرارة وفي نسبة خطأ، لكن أنت يكفيك إنك تقرأ الرقم هذا 224. 224 يعني 2 2 و4 أصفار، يعني 220 ألف بيكو فراد، وهذا 22 ألف بيكو فراد بيساوي 220 نانو، و220 نانو بيساوي 22% مايكرو فراد. تحويل من البيكو والنانو للمايكرو هذا ضروري جدا لأي واحد بده يعرف المكثف، ضروري جدا ضروري جدا. قياس المكثف في عندنا هنا ساعة اللي هي يو اف اي، وهذه طبعا شركة صينية بس من الشركات تبعات زمان يعني المحترمات. لاحظوا عندي هنا المكثف ايش مكتوب عليه، 22 من 100 كي. 22 من 100 كي افهمنا ما دام في نقطة اذا الحديث هنا بالمايكرو فراد، يعني هذا 22% مايكرو فراد. شوف تدريج الساعة، تدريج الساعة تطلع عليه هنا كويس، محطوط على 2 مايكرو فراد، يعني هنا 2000 بيكو، 20 نانو، 200 نانو، 2 مايكرو، 2 مايكرو، 20 مايكرو، 200 مايكرو، 2000 مايكرو، وهنا 20 ملي فراد. طبعا ملي فراد قيمة كبيرة لكن حنستخدمها في القياس. لاحظ بالضبط قراءة الساعة وابقى فاهم كيف ممكن تقيس الساعة. إذا هنا القياس عندي بالمايكرو فراد هو 22 من 100 مايكرو فراد، هو 22%. طبعا نشوف كمان مكثف، عندي هنا مكثف سيراميك 4 كيلو فولت 181، أعطاني قياس 173، طبعا تعتبر القياس سليم. 173 تساوي 180 بيكو فراد. اطلع على التدريج هنا على 200، محطوط على 200 بيكو فراد. اختياري انا هنا ده 200 بيكو فراد، هو قاس 173، قيمته الاصليه هو 181، يعني 180 بيكو فراد، يبقى بهيك يكون ان شاء الله المكثف كويس. اي مكثف مش موجود عليه تمييز، مش موجود عليه اي نوع من التمييز، لا فاصلة عشرية ولا اشارة المايكرو ولا اشارة النانو، يبقى هو بالبيكو فراد. اي مكثف مش موجود عليه تمييز لا نانو ولا بيكو ولا فاصلة عشرية، يبقى قيمته بالبيكو فراد. عندي هنا مكثف قيمته عالية شوية، ساعته عالية شوية، ما فيش غلط. المهم يا استاذ مروان، لا ما فيش داعي يا استاذ مروان، معلش، هو ايش الفرق بين من انه انت تقرا الملف لحالك او انا اقرا لك اياه؟ اي نقطه بتحس انه بدها اعاده تاكيد بنأكد عليها ثاني، تاكد عليها ثاني ما فيش مشكله. هنا طبعا استخدمنا اقصى قياس في الساعه اللي هو 20 ملي فراد، عند المكثف 2200 مايكرو يعني 2.2 ملي فراد. طبعا اللي الساعة قاست 2.1 أو 2.2 تقريبا، يعني مع ذلك أن هذا المكثف إن شاء الله كويس وتمام. هنا عندي مكثف 1000 مايكرو فراد قاس 999 مايكرو، كويس. أنا حاط على تدريج ال 2000، هو يقيس 999، يعني هي حوالي 1000 مايكرو فراد. مهم جدا إنه إحنا ما بنقدرش نعرف سعة أو جهد المكثف من خلال حجمه، يعني حجمه لحاله غير كافي إنه يعرفني أو يعطيني
فكرة واضحة عن السعة أو إنه شوف أستاذ محمد، النظرية تبعتي بتقول إنه قياس المكثف ليس فيصلا في الحكم على صلاحيته، ولكن يعطينا فكرة كبيرة جدا عن صلاحيته، لأنه في عندنا المكثفات اللي بتكون مستهلكة أحيانا بتزيد المقاومة الداخلية، عفوا بتنقص المقاومة الداخلية تبعته، فبيديني قراءة صحيحة لكنه بيكون سليم. وهذه بالنسبة للمكثفات الكيميائية اللي أنا بحكيها، يعني المكثف الكيميائي لما أنا بقيسه وهو مستخدم، إذا أنا شاكك إنه هو يكون مكان العطل غيره حتى لو قاس معك سليم. ماشي يا أستاذ محمد؟ كمان مرة أقول بالنسبة للمكثف الكيميائي المستخدم، ما تركنش كتير على القياس تبعه، إذا أنت كنت متأكد إن المشكلة في المحيط بتاعه استبدله. عندي مثلا هنا مكثفين تقريبا هم الحجم قد بعض، انا جايبهم عشان انت ما تشوفش القيم تبعتهم، لكن اكيد انا جايبهم لانه قيمهم مختلفة حتى ولو كان حجمهم زي بعض. نشوف، طبعا انا كنت مصور مكثفات تالفة وصراحة الظهر نسيت لأرفع الصورة. شوف القيم تبعته، لاحظ انه في مكثف قيمته 1000 مايكرو فراد، مكثف قيمته 2200 مايكرو فراد. لاحظ هذا الجهد بتاعه 35 فولت، هذا الجهد بتاعه 25. يعني انا لو مسكت مكثف كيميائي ما بستطيعش ان اغيره على الحجم مقارنة بمكثف كيميائي اخر. يعني بشوف مكثفين كيميائيين نفس الحجم، هذا ملهوش علاقة ولا ارتباط بينهم وبين بعض، قد يكون بتساوي قد لا يكون. شوف هنا فرق الحجم، هذا مكثف 2200 مايكرو فراد، هذا مكثف 220 مايكرو فراد، يعني هذا المكثف الصغير. طبعا ممكن تستخدم مكثف جهده اعلى، هذا مكثف لحجمه صغير لكن هو سعته عالية، هذا المكثف حجمه كبير لكن سعته منخفضة. سبب، انا لسه بقول سبب، فعلا ارتفاع الجهد هو اللي خلى الحجم يكبر. طب ارتفاع الجهد هذا ليش كبر الحجم؟ استاذ محمد الدرس او الدرس، ليش ارتفاع الجهد كبر الحجم؟ لانه معانا عارف انه حيتحمل اكبر، يعني في التصميم تبعه ايش اللي بيختلف الان؟ نعم، اهم حاجه فيهم هو زياده المسافه ما بين اللوحين. المساحه لا، السعه لا، المساحه لا، نوع الماده لا، انما عشان انا اخلي المكثف يتحمل جهد اعلى يبقى لازم ابعد اللوحين عن بعضهم اكثر، وفي نفس الوقت بخلي اللوحين اسمك شويه من الاول. يبقى في عندي اهم حاجه اللي هي فعلا المسافه اللي هتبعد اللوحين. طبعا احنا في الدرس اللي فات الا هو اللي الدرس اللي فات قلنا ان العلاقه ما بين السعه والمسافه اللي ما بين اللوحين هي علاقه عكسية، يعني كل ما زادت المسافة ما بين اللوحين كل ما قلت السعة، لكن كل ما زادت المسافة ما بين اللوحين بصير المكثف يتحمل جهد أكبر. طبعا هذه الحاجات مش للحفظ وإنما للفهم والاستيعاب، يعني أنا أعرف بس ليش يعني اختلف الحجم، وأبقى عارف يعني لو أنا شفت الأرقام مش واضحة للمكثف أبقى يعني عندي فكرة إن أنا أقدر الرقم المنهي عن المكثف. يعني لو مكانة المايكرو فراد هذه مش واضحة، مش ممكن أتخيلها إنها تكون زيرو مثلا، أقول 2200 200 فولت يساوي 2225 فولت، استحالة يتساوون هذول الاثنين في القيمة، إلا يكون يعني مستحالة إنه يكون هذا 2200، يعني مستحالة إنه هذا المكثف يكون 2200، يعني 2200 زي هذا لكن هذا جهده 200 فولت وهذا جهده 25 فولت، استحالة يتساوون في الحجم، استحالة إنه يتساوون.
هذا تصوير حقيقي يعني، تصوير من عندي في الورشة هذا يا محمد، هذا أنا بصور في الورشة مكثف كبير، مكثف كبير زي ما هم. لكن لو كان عندي مكثفين مثلا متساويات في قيمة في الساعة يعني، في قيمة الساعة وحجمهم مختلف، على طول بعرف إن الحجم مختلف جهده أعلى. بنحاول من خلال المعلومات اللي احنا عرفناها عن السعة، الحجم، الجهد، بنحاول من خلال هذه الحاجة نحاول نقرأ أو نشوف كيف احنا حنشتغل مع المكثفات السطحية هذه، لأنه هذه المكثفات السطحية مشكلة. على حسب عمل المكثف، على حسب عمل المكثف يعني. المكثف اذا كان هو لتمرير الاشارات للارض حيحط على الارض، اذا هو تمرير الاشاره من مكان لمكان لربط يعني الاشارات ببعضها يبدا حيكون على التوالي. لكن اليوم احنا في شغل الديجيتال اصبح قلما انه يستخدم المكثف في امرار الاشاره، صار امرار الاشاره عندنا على طول من اي سي لاي سي، تنعيم يعني على الارض. ايش علاقه التيار بالمكثف؟ ما لهش علاقه، او مش مطروحه علاقته، علاقه التيار بالمكثف. خلينا نشوف نعم المكثفات اللي في الباور سبلاي بتكون يعني بكون 400 فولت مثلا، 100 مايكرو، 400 فولت 100 مايكرو. نعم لو حاولت انك انت تجيب مكثف 100 مايكرو 400 فولت وتسطحه، حاولت تجيب مكثف ثاني 100 مايكرو مثلا 25 فولت، حتلاحظ الفرق الشاسع اللي بينهم. يعني انا بقوله بتشوفه واقع هيك على طول، على طول انت بتشوفه وتتعلم برضه. خلينا نلقى نظره على المكثفات السطحيه. المكثفات السطحيه زي ما انت شايف مختلفه في الاحجام، مختلفه في الاحجام، احجامها كلها ايه، في اختلاف في الاحجام. ولاحظ انه مش مكتوب عليهم ولا حاجه، مش مكتوب عليهم ولا شيء. ولاحظ كمان انه انا قلنا مش مكتوب عليهم ولا حاجه، لاحظ انه الاحجام تبعتهم مختلفه عن بعض احجامهم. لا طبعا هذول ما لهمش قطبيه، بس المكثف الكيميائي، المكثف الكيميائي، المكثف التانتاليوم والمكثف فائق السعه لهم قطبيه، البقيات لا ما لهمش قطبيه. واضح يعني مكثف زي هذا ما مش حاطط له قطبيه، بكون بدون قطبيه. ما توهمش كثير في موضوع مجالات دقيقه يا استاذ محمد فور داتا. معظم المكثفات هذه، وهديك انا بذكر كمان الكلام هذا تحت، هجتها قبل ما اذكر الكلام اللي على اجابه على سؤالك استاذ محمد فور داتا. بدنا نشوف كيف قيمه هذا المكثف، ايش هي، ايش المكتوب، ايش اللي ممكن يكون مكتوب لهذا المكثف. لسه الصفحة ما حملتش. ماشي، شفت الرقم اللي أنا حطيته الآن؟ هذا الرقم اللي أنا حطيته اللي هو 0 8
زيرو خمسة خمسة ايه واحد زيرو واحد جي ايه بي اتنين ايه، هذه كلها هيتها، كل هذا السطر رقم للمكثف، كل هذا السطر شايفينه رقم المكثف او احد المكثفات النهائي، يعني واحد من المكثفات النهائي هي الرقم بتاعه، رقم في الشركة. مش عارف ليش ماشي الرقم هذا من الشركة اللي بتصنع المكثفات، من الشركة اللي بتصنع المكثفات، يعني المعلومات اللي بقول لك إياها هذه أو رسمة المكثفات هذه والأرقام هذه ومعانيها من الشركة اللي بتصنع المكثفات. أنتوا نزلتوا الملف لأنه مش راضي يحمل عندي هنا، النت كويس بس هو مش راضي يحمل. شوية يا أستاذ مروان، إنه مش محمل الملف، أفرجيك القائمة. طيب ماشي يا أستاذ، مش عارف عن الصفحة، طب أحاول أجيب من تحت شوية، هو الصورة هذه بس اللي مش هتحمل. على العموم، على العموم الرقم هذا له قائمة كبيرة، يعني خلينا نحكي عن الزيرو ثمانية اللي هو الشقة هذه، الجزء هذا، هذا الجزء هو رمز أبعاد المكثف، هذا رمز لأبعاد المكثف. الخمسة هي هذه، الخمسة هذه اللي هي الجهد بتاع المكثف، جهده الايه لها علاقة في العزل بتاعه، بدنا نفشل عنها، الجهد بالفولت، نعم يعني هذا المكثف اللي رقمه هيك السيري هذا كله الجهد بتاعه 5 فولت. المية وواحد اللي هو عبارة عن السعة تبعت هذا المكثف، اللي هي السعة تبعته، يعني السعة تبعته هذا قديش بتكون؟ يعني سعة المكثف المية وواحد قديش؟ 100 بيكو فراد. أحسنت، جي التولرانس، لا بيكو، 100 بيكو فراد، 101 قلنا مفيش تمييز خلاص يبقى هو الرقم بالبيكو، 100 بيكو فراد. الجي نفس الجدول اللي اخذناه عن نسبة الخطأ السابق، يعني مثلا نسبة خطأ إذا هو 5% أنا مش فاكر إذا هو 5%. الـ إيه إلها يعني علاقة بحاجة هيك أنا مش كتير فاهمها، لأنه في خواص كتيرة في المكثفات زي ما تقولوا يعني غريبة شوي. بعدين العلاقة تبعت التي، وهذا رمز التي واضح، يعني تي يعني temperature، تي يعني temperature، الجي للتولرانس، نعم نسبة الخطأ، لكن التي للتمبريتشر، ايه والتي للتمبريتشر يعني أعلى درجة حرارة وأقل درجة حرارة،
والباقيات ارقام للتول، ارقام خاصه بالشركه. ما فيش امبير استاذ احمد الكينج، ما تحطليش امبير مع المكثف، ما تحطليش امبير مع المكثف. لا لا لا، مش 2 امبير، هذه 2 ايه، هذه ارقام خاصه بالشركه. 2 ايه، ارقام خاصه بالشركه، ارقام خاصه بالشركه. احنا اكثر حاجه بتهمنا اللي هي الخمسه والمئة وواحد، لكن هذا حتى الشيء يعني مش كثير متاح لك انك تشوف كل الرقم هذا للمكثف، انت بتشوف مكثف بس بالشكل بالشكل هذا وخلاص. واحنا بنتعامل معاه، نعم هو هذا كود للشركات، نعم احنا نتعامل مع المكثف بالشكل هذا. المكثف الرقم 0805 اللي انا كنت حكيته، هذا عبارة عن ضرب الطول في العرض بالإنش. طبعا المعادلة تبعته معقدة لأنه إيش؟ الطول في العرض، الطول في العرض هو اللي بيعطينا الرقم 0805 زائد الارتفاع. يعني هو له علاقة في الثلاث أمور هذه، له علاقة في الثلاث أمور هذه. نعم نحكي عن المكثفات السطحية، له علاقة. يعني هنا لو أنا جبت مربع أو مكعب بالشكل هذا أو متوازي مستطيلات، حنلاحظ إنه في مكثف حيكون بهذا الحجم ومكثف بالحجم الصغير هذا، مكثف بالحجم الكبير ومكثف بالحجم. طيب لو أنا عندي مكثف عطلان، مكثف عطلان، إيش اللي بدي أعمل؟ هو إذا شغال سهلة الشغلة يا أستاذ محمد، إذا شغال سهلة، بدك تعرف قيمته، هو شغال فكه من اللحام وقيسه بالساعة، خلاص بتعرف قيمته. يعني إذا المكثف شغال ما فيش مشكلة، بتقيسه بتفكه بتعرف قيمته. لكن إذا كان المكثف هذا عطلان يعني مكربن أو حاجة، هو أن تقوم باختيار مكثف مساوي في الطول والعرض والارتفاع، مش في الحجم. مش في الحجم. لاحظ انت انه بيدي لك ارقام للمكثفات على حسب الحجم، لكن لا يعني، لكن كل حجم له رقم، كان كتب انه هذا رقم الحجم بس ما بكتبش انه هذا رقم الحجم، بكتب انه هذا رقم المكثف، رقم المكثف. بمعنى انه الطول في العرض في الارتفاع هيعطيني قيمه. في مكثف ثاني هيختلف عنه في المواصفات ممكن يعطيني نفس القيمه. يبقى هذا مكان هذا ما بيركبوش. ليش؟ نرجع لنفس النظرية اللي حكيناها عن المكثفات الكيماوية، قلنا مكثفين متساويتين في الحجم لكن جهد واحد بيختلف عن الثاني وسعة واحد مختلف عن الثاني. عشان أنا أطلع من هذا المطب، ففي المكثفات السطحية لو كان عندي مكثف عطلان أنا بأجيب مكثف زيه في الطول والعرض والارتفاع، لا يختلف عنه في الطول ولا في العرض ولا في الارتفاع. كويس؟ بجيب هذا المكثف وبقوم بقياسه بساعة قياس المكثفات، فأعرف قيمته قديش وبأستبدل المكثف العطلان بهذه القيمة. لا مش يعني أنا حاولت إنه أعرف الرقم، في عندك الطول، عندك هنا الطول، في العرض اللي هو هنا، يعني الطول هذا، في العرض اللي هو هذا. هذول الاثنين يعني هذا في هذا، هذول الاثنين بيدوك رقم اقل من الرقم اللي انت بتشوفه للمكثف، يدوك رقم اقل. اضافوا الهم الارتفاع بطريقه ما، يعني هم ما قالوليش كيف. نعم نعم نعم، هذا ولسه كمان هقول لك، هم ما قالوليش كيف اشتغلوا الشغله هذه، لكن هم اعطوا لكل مكثف رقم، اعطوا لكل مكثف رقم، والرقم طبعا القائمه اللي فيها الارقام مش راضي تطلع، الصوره طلعتها خالص. الحاجة اللي فيها أرقام هنا مش عايزة، مش مشكلة، لكن موجودة في الملف. هم أعطوا للمكثف رقم، إذا باينة عندكم خلاص اقرا منها. يعني هتلاحظ إذا باينة عندك، أنا ممكن أقراها عندي، اللي هو في الرقم اللي معاك وفي الأرقام اللي هي 400
يعني رقم 101، رقم 201، رقم 402، رقم 603، 805، 1206. هذه ارقام للمكثفات، ارقام للمكثفات. الرقم هذا تبع المكثف بيعطيك فكره واضحه، فكره كويسه عنه، مش واضحه 100%، لكن فكره كويسه حنطرحها كمان شوي. يبدا انا حنوصل لفكره انه هنا لما يكون عندي مكثف عطله بروح على الدائره اللي عندي من هذول السطحيات، لانه مش مكتوب عليه شيء، بروح على مكثف مساوي له في الطول والعرض والارتفاع، مش في الحجم، مش في الحجم، كويس؟ مش مضروب الثلاثة في بعض، لا. المقاومات غالبا مكتوب عليهم، يعني ما فيش عندي مشكلة في المقاومات، المقاومات كلهم مكتوب عليهم، وقيمهم تقرأ كما تقرأ المكثفات تماما. المقاومات ما فيش عندنا فيهم مشكلة لأنه مكتوب عليهم، أنا بحكي عن المكثفات اللي مش مكتوب عليهم حاجة، مسحات خالص، ولا شيء، زي ما أنت شايف هذا المكثف صنع الشركة. يعني هذا المكثف ما نقولش الحجم، بدناش نقول الحجم، بدنا نقول الطول والارتفاع والعرض. محمد الدوس بقول الطول والارتفاع والعرض الثلاثة. الأبعاد الثلاثة زي بعض. لأنه الحجم هيطلع معاك رقم. الرقم هذا ممكن يركب على مكثف ثاني يكون بيختلف عنه في الخواص. كويس يا أستاذ. طبعا هنا حنوصل للنتيجة إنه أنا غيرت مكثف ومكثف وأنا مش متأكد 100% بالفعل انه انا غيرت المكثف المناسب. انا بقول لك انه هذا الموضوع ما بخوفش. انا ما بديش اهون عليك المسألة ولا بدي اعطيها فوق ما بتستحق يعني. نعم يا مروان في شوية حيرة، انما انا بقول لك طريقة مجربة ومضمونة، وهنا بحكي لك ليش. وانا بحكي لك ليش. بحكي لك ليش. أول حاجة المكثفات هذا عشان اهتم بدقة كبيرة في الساعة تبعتها لازم يكون ياخد. نعم أنا بعطيك الأسباب، تقلقش يا محمد يا أحمد، تقلقش تقلقش، وأنا بقول لك هين الأسباب، اصبر علي على المخرج. أدق ساعة لا المكثف اللي هو لما أنا أشغله مع مدرب، لما انا شغله مع مدبب. اذا انا شغلت المكثف مع مدبب فعلا بيلزمني دقه في الساعه. المكثفات اللي بتشتغل مع مدببات انسى انها تعطل، تعطلش. المكثف اللي شغال مع مدبب ما بيعطلش. ايش اللي يخليه يعطل؟ استحاله انه يعطل مكثف بيشتغل مع مدبب. ها ايش اللي بصير فيه؟ بصير فيه بتوسخ، بصير عليه قذرات، بصير عليه غبار. هذا هو يعني لو انت فكيته، لو انت مسحته، حتى احيانا هو راكب بالتنر او بالسبيرتو مسحته كويس خلاص برجع شغال. انما المكثف اللي بيعطل هم غالبا المكثفات اللي قراب من جهود التغذيه، المكثفات اللي قريبه من جهود التغذيه هي اللي بتعطل. والمكثفات هذه يعني هنا، ولكن اكثر من 99% من المكثفات تستخدم كمرشحات تمرير الاشاره الارضي، وتستخدم كمرشحات لتمرير الاشاره الارضي، وسعتها نفسها او ضعفها او نصفها مش هياثر على عمل الدوائر. حتى لو انت بتطلع في الاجهزه احيانا حتلاقي في مكثفات هو مش حاططها خالص، واحيانا بتلاقي في مكان هو مش حاطط فيه مكثف بروح بحط فيه مكثف. فما تخليش الموضوع يكون عقبة أمامك إذا أنت حبيت تقوم بتصليح أو صيانة أي جهاز. المكثف مش حيكون عقبة أمامك إطلاقا، مش حيكون عقبة أمامك. المكثف اللي موجود مع المدبدبات هو مكثف نادر العطل، نادر إنه يعطل، ما بيعطلش، بتمسحه بالتنر أما مكثف موجود على طرفي جهد هذا فعلا ممكن يعطل. وانا بقول لك لو رفعته خالص، لو حطيت نص قيمته، لو حطيت ضعف قيمته، حتمشي معاك الدائره ومش حيكون عندك مشاكل. في عندنا الحجم تبع المكثف، هنا السايز بتاعه، الرقم مثلا 0402،
هذا من 2 بيكو ل 22 بيكو، السايز هذا من 10 بيكو ل 100 بيكو، السايز هذا من إلى، السايز هذا من إلى. من إلى. يعني هذه أرقام مش حتستفيد منها كثير إلا إنك تاخذ فكرة عن الأرقام وساعات المكثفة بس. ليش اختلاف الساعة من 2 ل 22؟ لأنه في عندي الجهد يدخل عامل ثالث، جهد يدخل عامل ثالث. مكثف التنتاليوم تحدثنا عنه المرة اللي فاتت، وقلنا انه مكثف التنتاليوم فيش مشكلة فيه على طول. السبعة هذه يعني سبع اصفار، وهنا الصفر الثامن يعني هذا 100 مايكرو فراد، 16 فولت، واضح جدا. نخش على دوائر التقوية. حدا له سؤال في اللي فات؟ حد عايز يسأل شيء في اللي فات؟ المكثف المفجور هو مكثف كيماوي، وانا حكيت لك اذا كان المكثف المفجور هو مش موجود في المذبذبات، واذا المكثف ابعد عن المذبذب فاصبحت القيمه الدقيقه مش لازمان. المكثف المفجور هو مكثف كيماوي، وغالبا كل ارقامه عليه. نشوف كيف بنقوم بعمليه التقويم. هنا تقويم نصف موجه، زيادة الفولت عليه مش بداخله، الفولت بكون هو اجى عليه فولت زيادة. المذبذبات والكريستالات والترانزستور هذول في الجزء الثاني من الدورة. اخواننا هذه الدورة تأسيسية، يعني انت بتعرف الحاجات الأساسية. ماشي، بس مش كل حاجه هتاخدها في نفس يعني الدرس. يعني احنا لقيت مركزين، كنا مركزين مع قيم المكثفات، وهذا على فكره لحتى الان كان هذا مفترض اخلص الحصه اللي فاتت او الدرس اللي فات. فشوف قديش متاخرين 45 دقيقه عشان ابدا في الموضوع الجديد. معلش انا بعتبر قراءه قيم المكثفات مهمه جدا، على اساس انه يمكن 50% او اكثر من 50% من اعطال الاجهزه مكثفه. مكثفات، يعني لو كنت انت بتصلح مذر بورد هتلاقي انه العطل مكثفات، يعني 50% من اعطالها مكثفات. لو انت كنت بتصلح في اي جهاز هتلاقي انه المكثفات في الراوتر مكثفات. فالمكثفات كثير العطل، فلو احنا ضيعنا فيها وقت شويه بزياده مش مخسر، يعني مش مخسر. نقيس المكثف، نغيره، نستبدله، نفهم طبيعته، بنقيسه بالساعه. بنقيسه بالساعه الا اذا شفته بعيني منفجر معناتها عطله. طبعا الكيماوي هنا عندي الريكتفاير، ارجو انكم تسمحوا لنا. ماشي، يعني راجع الدرس من اوله يا محمد، هتلاقي انه انا راسم الساعه او مصور الساعه وفيها القياسات، يعني تختار القياس اللي انت عايزه منها. عندي هنا محول 6 فولت اي سي، عندي هنا ثنائي، هنا عندي مقاومه 1 كيلو او اكثر شويه. هذه المقاومه ضروريه لللود، علشان بدونها هتلاقي الاسلسكوب مش هيقيس صح. يعني بتحط المقاومه هذه عشان الاسلسكوب يرضى يقيس. لاحظ هنا انه انا كتبت 2 فولت دي سي، هذا قياس بالساعه 2 فولت دي سي، مع انه لو انت طلعت هو هذا المحول 6 فولت. بس نخلص الموضوع، ترجع تسال السؤال كمان مره يا استاذ كوثر. كوثر،
عندنا الاجهزه الالكترونيه لا تعمل على الاي سي، كلها تعمل على الدي سي، عشان كده مضطر نحول الاي سي الى دي سي. الاجهزه الالكترونيه لا تعمل على الاي سي، فيش عندنا الا قطعه الكترونيه واحده اللي اسمها ترايك بامكانها تشتغل على الاي سي، باقي القطع كلها بتشتغل على الدي سي. هنا السؤال تبعي بالدائره اللي امامك، نعم الترايك، لا مش المرحل، الترايك 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 فقط. المرحل بيشتغل على الدي سي لكن التلامسات بتاعته انت حر تحط عليهم اي سي دي سي زي ما انت عايز، لكن المرحل اللي هو الريليه لا بيشتغل على الدي سي برضه. كويسه مروان، ما انا ما تخلينيش اطلع، يعني مثلا في مرحلات فعلا بتشتغل على الاي سي، يعني مثلا عندك اذا عندك كونتاكتور في الورشه، الكونتاكتور اللي هو بيشتغل على الاي سي، ملفه بيشتغل على الاي سي، نعم. بس انا بحكي على اشباه الموصلات، يعني السيمي كوندكتورز الترايك قطعه من السيمي كوندكتورز بتشتغل على الاي سي، باقي القطع بتشتغل على الاي سي على الدي سي. السؤال تبعي انا بدي اجابه عليه، ليش هنا 6 فولت اي سي لما انا قومتها طلعت 2 فولت؟ ريلي 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 لا، المقاومة هذه محطوطة بس علشان الاستيلسكوب يشتغل، لأنه بدون مقاومة مش حيجيز الشرح، يعني حاجة شرحها بطول مش مشكلة. أيوه الدايود أكل نص الموجة، أكل نص الموجة فعلا، هو أكل نص الموجة، قلت المقاومة لهاش علاقة. جهاز الاستلسكوب، جهاز الاستلسكوب هيقيس من هنا لهنا 9 فولت بيك تو بيك، لكن الافوميتر هتقيس 2 فولت، مفيش مكثف، ماشي الحال. الجهاز الافوميتر بيعطيني محصله لهذا الجهد، بيعطيني محصله لهذا الجهد، يعني ياخذ اعلى قيمه واقل قيمه وبيعطيني حسبه لهم. فالقيمه الفعاله عنده هنا هي فقط 2 فولت، هو قاس لي هنا قيمه فعاله، او بس بدناش نسميها ار ام اس الان، لانه هي مش دائره طبيعيه هذه، يعني هذه مش دائره طبيعيه وانا اسوقها، لا، هذه الدائره، مع انه هذه الدائره على فكره تستخدم في شحن البطاريات. نعم، لكن هل انا القيمة الفعالة اللي قستها الساعة، فالساعة هنا بتتضلل لانها بتشتغل بحسابات، الساعة بتشتغل بحساب، يعني لو انت اطلعت على هذه هتلاقي انه الساعة هنا اشتغلت عندك بحسابات، وهتلاقي انه مثلا هتجيب هذه تقصها وتحط نصها هان، هتلاقي انها فعلا هتكون اقل من الست. على العموم جربها بدون مكثف هتلاقي انه 2 فولت عندك بس، أو 2.5، يعني معلش خليها 2.5. ثلث القيمة العظمى بيك تو بيك، يعني هنا ال 18 القيمة الفعالة فيه تقريبا الثلث اللي هي بتكون ال 6 فولت هذه، نعم. لكن لما بتيجي على القيمة الفعالة تبعت هذه بيكون الثلث عندك 9، يعني حوالي 3 فولت قصدك أنت، ما هيك مروان قصدك حوالي 3 فولت؟ هي اقل شويه من 3 فولت. استاذ مروان لما تقول هنا قيمه فعاله بتكون اقل شويه من 3 فولت. اهلا وسهلا استاذ منصور. خلينا موضوع الثنائي سهل، يعني هذه الدائره ممكن نستخدمها في شحن بطاريه في حاجه بيمشي حالها. بس مش حسبه، يعني 6 من 10 برضه. الهدف الرئيسي فيها انه عدم وجود مكثف ينقص عندي
بنقص القيمة الفعالة بشكل كبير. شوف، لو عملت بالعكس هاخد إشارة معكوسة مقلوبة خلاص. ممكن تزود حوالي 2.4 من 10 فولت، مش مشكلة. نعم. انما ما بتوصلش ل 6، انما ما بتوصلش ل 6 اطلاقا. هنا سؤالنا كان بيقول اين يختفى نصف الاشاره بعد التقويم وهل استفدنا منه؟ طبعا ما فيش وقت انا اطرح السؤال استغلنا اجابات. طبعا الثنائي منع نصفه. هل بهذه الطريقه استغلينا جهد المحول كاملا؟ لا، احنا ما بنقدرش نستغل جهده طالما احنا مش قادرين نحط مكثف، لكن لو حطيت مكثف بستغل الجهد بتاعه. هل بهذه الطريقه استغلينا تيار المحول كاملا؟ استحالا، لانه انا نص الاشارات ما جبتهاش. لانه البطاريه ممكن تشحن بجهد متقطع. لماذا استخدمنا المقاومه؟ ولو حاولت تنفذ حتجد انه تعتبر الدائره بعد الثنائي بدون المقاومه اوبن سيركت، وبالتالي السلسكوب بيقيس الإشارة بدون تقويم، السلسكوب بيقيسها بدون تقويم لأنه بدون لون. تقويم النص موجة زي ما أنت شايف، هنا رسم مجرد رسمات. نيجي على تقويم الموجة الكاملة. طبعا مع تقويم الموجة الكاملة بآخذ كلا نصفي الإشارة الآن. بقى كل واحدة بتمشي في طريقها. نشوف كيف آلية عمل القنطرة. آلية عمل القنطرة أنا موضحها بطريقة هذه. نشوف هنا آلية عمل القنطرة. طبعا الدرس قرب يخلص، يعني قربت أنهي أنا. خليكم معايا شوي. أستاذ محمد وأستاذ مروان خليكم معايا شوي. لاحظ هنا الإشارة أنا عملت نصها أحمر نصها أزرق، نصها أحمر نصها أزرق. في عندي في الجزء هذا، في الجزء هذا انا ما فيش ازرق، في عندي الاحمر فوق وفي الزيرو، لانه القدره موجوده هنا داخل الحمراء هذه. يعني هنا الخطوط هذه احاول اكبرها شويه. القدره موجوده هنا بين الخطوط هذه، هذا خط الزيرو او النول، وهنا الخط الجهد اللي بيطلع وبينزل. القدرة موجودة في المنطقة هذه. هي جزء من القدرة، هي خط للقدرة الفوقاني، وهي الخط الثاني التحتاني. يعني هذا الخط هو هذا الخط، والباقي الخط الفوقاني اللي هو الخط. نشوف ايش اللي بصير فيها. هذا تعده بصير سالب، بعد ما يطلع من المكثف بصير سالب، بما ان هناك مش سالب، هناك بنقدر نقول عنه نيوترال متعادل. يعني هنا متعادل، هنا سالب، هنا متعادل، هنا سالب. ماشي، ما هنضطر نعيد هذا الكلام في الدرس الجاي كمان مرة لأنه مش هنلحق نخلص. خلينا نعطي فكرة الآن، خلينا نعطي فكرة الآن عن القنطرة. الموجب، الجزء الموجب ما بيدخلش من السالب، بيدخل من الثنائي الموجب. هنا اللود عن طريق اللود بيرجع، بيمشي معايا بالشكل هذا، يمشي مع الماوس، يمشي مع الحركة، أعلم لك الحركة، الحركة، وكمان مرة بيدخل الموجب من هنا وبيطلع من الشكل الثاني. هاي نصف الدورة الأول. شوف نصف الدورة الثاني، نصف الدورة الثاني اللي هو الأزرق. حطيت الاسود الخط النود النيوترال حطيته فوق لانه هو الاعلى، وهنا الجزء السالب. نشوف الجزء السالب هنا اللي هو اسمه سالب، هيمشي من هنا من هنا من هنا، هيدخل من هنا. الواحد هيقول لي ليش هيدخل من هنا؟ هو السالب كيف هيدخل؟ ما تنساش انه هذا الان اللي بنتعامل معاه انه السالب، فبيصبح هذا الجهد ناقص الناقص، يعني ناقص ضرب ناقص اللي هو يساوي زائد. هي عملية شوية فيها رياضيات، لكن لا مش كثير رياضيات، لقيت بقلبها. ناقص الناقص اللي هو بيكون زائد، فهذا الجهد حيمر من هنا عبر المقاومة، عبر المقاومة، هيمشي من هنا من هنا، وهيخش على الثنائي هذا،
هيرجع للسالب اللي هنا. نفس الرسمة هيها أنا حاططها بس قلبها هنا، يعني هي الرسمة، نفس الرسمة اللي فاتت بس أنا قلبتها قلب، نفس الرسم لكن أنا قلبته، نفس الرسم بس أنا قلبته. فالآن بيظهر وكأنه هي الموجب فعلا هنا، وهي بيطلع من هنا جهد، هي بيدخل عن طريق الثنائي هذا، عن طريق اللود يرجع مرة ثانية، بيخش عن طريق الثنائي هذا ويرجع هنا. أي السر؟ لاحظ كيف؟ يعني هذه الرسمة هي هذه نفسها بس مقلوبة، هي هذه نفسها، هذه هي نفسها ديك بس إيش؟ مقلوبة. فلما بتقلبها بيظهر النظرية بوضوح، إنه أنا إنه هذه هنا ناقص الناقص يعني زائد، هنا زي ما أنت شايف الإشارة انقلبت ومشت بالشكل اللي احنا ماشي معاه بين الماوس هنا، نفس الرسم ولكن مقلوبه. بنشوف هنا الموجبه كمان مره، الموجبه اللي بعدها، وهكذا بيستمر عمل. بهذه الطريقه استغلينا جهد المحول كاملا، طبعا احنا اخذنا الجهد واستغلينا التيار كامل. لايش بتصلح هذه المقاومه؟ للدائره، الدائرة هذه بتصلح لشحن البطاريات. ليش استخدمنا المقاومة؟ استخدمنا المقاومة عشان الاستلسكوب يشوف بس، لأنه بدون لود بدون لود مش حيصير تقويم، يعني مش حيصير تقويم بدون لود. هل يمكن فحص القنطرة وكيف؟ طبعا فحص القنطرة ما بدهوش قصة، هي عبارة عن أربع ديدات، عبارة عن أربع ديدات. وعلى العموم احنا خلصنا الدرس، بس برضو كما تعودنا كل مرة احنا بنرجع للدرس السابق شوية، والمرة هذه بالفعل من الدرس الجاي ان شاء الله بنرجع من عند تقويم وبنكمل ان شاء الله. ماشي يا اخواننا، الحمد لله. طبعا النت بيض الوجه في الاخر، لانه انا فصلت كل المشتركين اللي معي، لانه انا في عندي مشكلة في النت، تحول من 4 ميجا الى 1. يعني انا الدرس اللي فات كان كنت بشتغل على 4 ميجا، اليوم بشتغل على 1 ميجا بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.